خلينا نتكلم عن الشيء الثالث في الانتقش الموتور. الفكره كلها ان الشيء ده اهم شيء في الثلاثه الاثنين اللي فاتوا. ليه؟ لان المساله ممكن تيجي انت هتحلها تحليلي هتحلها بيانا، هتحلها تحليلي بالقوانين اللي احنا خدناها السكشن اللي فات، هينضاف عليها حاجه زياده السكشن ده، يبقى المساله بتاعت الشيت ده اللي في الاول اول خمس مسائل دول هيبقى مساله ممكن تستعوض اصلا الشيت الثاني كله. يعني مساله هتكون بتقوم بوظيفه الشيت ده والشيت اللي فات كمان، فانت ممكن الشيت الاثنين ده كده كانه مالوش لازمه في الدنيا. تمام؟ خمس مسائل الثانيين هتحل ست الدرجات تقريبا. انت هتلاقي اللي بيحصل عندك ممكن في الامتحان يجي لك مساله واحده تحلها تحليل وبيان. يعني هتحلها في الاثنين، فالشيت ده اهم شيت فيهم هم الثلاثه. اول حاجه عندي انا عايز احدد البارامترز بتاعت الاله بتاعت الايه؟ الثري فيز اندكشن موتور. طبعا انا عرفت احسب ارسم الايكوفلنت سيركت لفازه واحده من اندكشن موتور وقلنا هتبقى ازاي؟ ار واحد اكس واحد عند المونتاجيشن برانش ار سي اكس ام، وهنا عندي ار 2 داش على اس اكس 2 داش، وهنا قفلت الدائره بتاعتي. هنا المفروض في واحد اي واحد اي او واي 2 داش. تمام؟ كنا بنقول لو زي الترانسفورمر عشان اعرف احسب ار 1 اكس 1 ار 2 داش اكس 2 داش وار سي اكس ام، كنت بعمل اختبارين اثنين في الايه؟ ترانسفورمر نولود وشورت سيركت تيست. نولود كنت بحسب منهم الكونديشن برانش كاركترستيك اللي هي ار سي واكس ام، وشورت سيركت كنت بحسب البارامترز بتاعت البرايمري والسكندري اللي هي ار 1 اكس 1 وار 2 اكس 2 هناك في الايه؟ ترانسفورمر. فانا هنا عامل نفس الحاجه تقريبا، بس الاختلاف ان انا هعمل نولود ماشي، ونولود هعرف احدد منه ار سي الاكس ام وكده كده كنت بعرف البي اي ار بتاعته. تمام؟ نفس الكلام هنا شورت سيركت او هعمل ايه؟ بس بسميه بلوك دروت. بلوك دروت ان انا هخلي الروتر بتاعي ما يدورش، فبحط عليه يعني كانك ماسكه بايدك كانك قافش عليه او انت حاطط عليه حمل كبير لدرجه ان هو مش هيخليه يلف. السرعه بتاعته بتبقى في صفر حاليا. هعرف انا هنعرف نحدد منه كنا بنقول مثلا ار شورت سيركت والاكس شورت سيركت. صح؟ كنت بقول ساعتها ان الار شورت سيركت دي عباره عن ايه؟ ار 1 زائد ار 2 داش والاكس شورت سيركت اكس 1 واكس 2 داش. وساعتها كنت بقول لك ابروكسيميشن ان ار 1 بتساوي ار 2 داش بتساوي ار شورت سيركت على 2 او اكس 1 بتساوي اكس 2 داش بتساوي اكس شورت سيركت على 2. فهنا هقول ماشي اكس 1 بتساوي اكس 2 داش بتساوي اكس شورت سيركت على 2. بالنسبه للاراد قال لك احنا هنا ممكن نعرف نحسب المقاومه بتاعت الاستوت لوحدها. فلو عارف احسب المقاومه بتاعت الستور لوحدها يبقى انسب لما تعمل ابروكسيميشن كمان ان انت الاثنين مقاومه الروتر هي اللي مقاومه الروتر من صغر الستيتور هي بتساوي مقاومه الايه؟ الستيتور. فقال لك يبقى انا هنا ممكن لو انا معايا الار 1 اقول ان ار 2 داش بتساوي ايه؟ ار شورت سيركت ناقص ار 1. ار 1 دي بقى احسبها من اختبار ثالث اللي بسميه ايه؟ دي سي تيست. يعني ايه دي سي تيست؟ يعني انت عندك الستيتور اهوت موصله دلتا او موصله ستار بس ليه فيز واحد. ادي ملفات الستيتور متوصله مثلا ستار. انا جايب اميتر دي سي والفولتميتر اهوت احطه بين ايه؟ تو لاينز. دبل او يعني جهد ما بين تو لاينز. هيمر تيار هنا ويمشي كده صح؟ انت حسبت الجهد ما بين اللاين واللاين حسبت التيار يبقى المقاومه اللي هتطلع دي بسميها ار دي سي بتساوي البي على ار. المقاومه دي هتساوي ايه؟ مقاومة الستيتور اللي هو الفيزا الأولانية ومقاومة الفيزا الفيزا الثانية. طبعا المعوقة مش هتظهر معاك لأنك شغال دي سي. فأنت كده كأنك بتقيس اثنين في الأر بتاعت الستيتور يعني اثنين في أر واحد، يبقى أر واحد بتساوي أر دي سي على اثنين. هيجي يقول لك أنا المقاومة اللي قستها ما بين تو لاين تيرمينالز بتساوي مثلا 8 و1 أوم زي أول مسألة. لما اديك الأر دي سي بكام؟ 8 و1 وانا موصل ستار كونكتد مع اني موصل ستار كونكتد مع اني موصل ستار كونكتد يبقى الار 1 بتساوي ار دي سي على 2. تمام؟ يبقى هتبقى 8 1 على 2 4 5 من الاول. معلش لو انا شغال دلتا كونكتد اقعد اقعد عشان اوصل دلتا هيبقى ادي الامبير بتاعي اللي انا بقيسه ده الفولت بتاعي يعني احط برضه فولت على لاين تو لاين. المقاومه اللي لسه في الحاله دي المفروض الفي على ار المفروض دي عباره عن ار وار وار يعني اقيس ايه؟ اثنين دول توازي اثنين ار مع واحده توازي في ار يعني اثنين ار تربيع على
3 ار، يعني المفروض 2 على 3 ايه؟ ار مقاومه دي، يعني الار دي سي بتساوي كام؟ 2 على 3 ار. يبقى الار نفسها بتساوي كام؟ 3 على 2 في الار دي سي اللي هي كام؟ 1.5 في الار دي سي. دي المقاومه بتاعتها. لما يقول لك بقى دلوقتي هنا في حاله الدلتا المقاومه اللي عندك تطلع 1.5 من الار دي سي، تمام؟ يعني انت بقى مفصلها ستار يبقى المقاومه ديت نص الار دي سي، ومفصلها دلتا يبقى 1.5 في الار دي سي، تمام؟ غالي اغلب بقيه المسائل كلها متوصله دلتا ستار كونكت، مفيش ولا مساله في الشيت دلتا كلها، بس عشان لو جت هنا، تمام؟ انا بالنسبه لي دلوقتي حسبت قيمه ايه؟ ار 1 هخش اعمل الاختبارين الاثنين نو لود وشورت سيت. بالنسبه للنو لود تيست فانا دلوقتي كاني مفيش حمل عندي، صح؟ بما ان مفيش حمل عندي انت عارف ان الاوبريتنج بوينت عباره عن ايه؟ تقاطع عزم المحرك مع عزم الحمل، والحمل التورك بتاعه كام؟ بصفر، يعني كان التورك بتاعه كده. فانا هقول يعني مثلا ايديالي ان السرعه بتاعتك هتشتغل فين؟ عند السنكرونس، لان مفيش تورك عندي، صح؟ بس هو ده مش بيحصل لان بقى في شويه فريكشن تورك وهكذا، فبيبقى على شويه فهو بيقل عن السنكرونس. بس انا بقول كده ليه؟ لان ار هيساوي ان اس، عشان في الحاله ديت السليب بكام؟ بصفر. تمام؟ وبما ان السليب بصفر ممكن اجي في الدايره ديت واقول لك لما السليب بصفر يبقى الفرع ده ما لا نهايه، وممكن افتح الدايره، فبالتالي دايره الرطب بتاعها هيعمل فيها مفتوحه، وانا كده كده عارف ان نول التست بشتغل عند جهد الريتد، لان انا بكون عايز احصل ار بوسط، فبما اني شغال عند جهد الريتد المقاومه ديت بتبقى كبيره على المقاومه ديت، فالفولتج دروب هنا اكبر بكتير من الفولتج دروب هنا، فبهمل ايه؟ الجزء بتاع الاستيتور. فالكوفلنت سيركت في الاخر شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل كده. هنا في ايه؟ ار سي وهنا اكس ام، وده تيار اي او اي، ده التيار الاي ام، وده التيار اي او، وده مثلا البي او. هيجي يقول لي من نور التست انا طلعت الايه؟ الاختبار او القيم بتاعت البي والاي والبي، شكلها عامل كده. تمام؟ انا طبعا ايا كان 400 فولت مثلا 5 امبير 63 فولت اي ارقام. الفكره كلها في ايه؟ انا لما كنت بشتغل هنا في الترانسفورمر، عشان كنا بنشتغلها في الترانسفورمر، كنت بقول ان البي بتساوي البي في الاي كوزان الفاضي، يعني شغال سنجل فيز، فاضطر ان انا اقيسه فيز واحد، الفولت اللي انا حاطه على فيز لان هو فيز واحد، والباور اللي محسوب باور للفيز. دلوقتي انت عندك 3 فيز، فانا هرسم الستيتر ودايره الروتر بقى انت يا اما تسيبها مفتوحه يا اما تعمل عليها شورت يعني كده يعني، فاهم؟ فطبعا لازم يبقى زي السيكشن كده او في المعمل بتاعك تعملها ايه لما يكون وان جروب يعني، تمام؟ ادي ال 3 فيز وايندنج اللي هي بتاعت الستيتر، هعمل ايه؟ احط فولت ميتر قيس ما بين فيستين اثنين، يبقى ده بيقيس ايه؟ لاين تو لاين، انا مغزل 3 فيز دلوقتي، بعدين قيس لاين تو لاين، التيار بتاعك بيقيس ايه؟ فيزر، وعندي التو وات ميتر ميثود، انا عندي وات ميتر هنا اهو، ده وات ميتر الاولاني، الوات ميتر الثاني بيبقى كده. فالوات ميتر ده والوات ميتر ده هيقيسوا لك ايه؟ باور ال 3 فيز. فالفولت اللي طالع من هنا يبقى فيه ايه؟ لاين تو لاين، والتيار ده في السنجل في ال 3 فيز ستارت هو الفيز بس هو اللاين، والباور هنا 3 فيز. قدامك حاجه من الاثنين، تقول ان الباور بيساوي جذر بي جذر 3 في دي لاين تو لاين في اي في كوزاين فاي، او تشتغل زي ما كنت بتشتغل السنه اللي فاتت ان البي او بيساوي البي او في اي او كوزاين فاي او، صح كده؟ بس انت عارف ان دي فيزر ودي فيز ودي فيز ودي فيز، يبقى انت تضطر تجيبها ايه؟ فيز. بس ثواني ماشي، دي بقت كام؟ 400 على جذر 3، وده بكام؟ البي ده حاسبه 3 فيز، بس ثواني هو البي اللي ادولك ده مش بي ارد بس. لما كنا بنشتغل في الترانسفورمر كنت بقول لك دي ستاتيك ماشين، يعني ستاتيك ما فيهاش دوران. فبالتالي في حاله النولود مفيش حاجه بتدور، فكل اللوسز راحة فين؟ ارد لوسز. دلوقتي هو انت نولود بس الروتر بتاعك دار، بما ان الروتر دار يبقى في احتكاك. فبالتالي البي اللي هو ادالك دي بتبقى حاجتين ل 3 فيز بس الحاجتين اثنين، للارد لوسز وللبي فريكشن والويند. مظبوط كده؟ انا دلوقتي عايز قيمه المقاومه، هحسب قيمه الار سي اللي بتعبر لي عن الار الوسط، فلازم اشيل منها الايه؟ الفريكشن والويندج. هتلاقي بقى مديك في المساله يقول لك ان الفريكشن والويندج مثلا بتساوي 15 واط مثلا يعني، بس ده برضه هيبقى للثري فيز، ها؟
تمام؟ فانت دلوقتي انت عايز دي اللي هي بتعبر عن ايه؟ عن البي اير بس الايه؟ الوان فيز. ما انت هتضطر تعمل ايه؟ يا اما تطرح 63 ناقص 15 تقسمهم على 3، يا اما تقسم ده على 3، تقسم على ده على 3 وتطرحهم من بره. بس يبقى ده عباره عن ايه دلوقتي؟ 36 3 ناقص 15 على 3. هل حد عنده مشكله في كده؟ تمام؟ هتكمل بقى عادي خالص. انا معايا الفاي او وانا عارف ان الفيزو الدياجرام بتاعي شكله عامل ازاي. لو ده البي نولود يبقى تيار الاي او ايه ينفذ مع الجهد عشان على المقاومه. لو والاي ام لاج بزاويه 90 عشان على الملف، يبقى ده بتاع ده هو الاي نولود، يبقى دي الفاي نولود. يبقى انا عايز الاي او ايه هقول انها اي او كوساين فاي او، عايز الاي ام اي او ساين فاي او، والاي او ايه اي او كوساين فاي او، اي ام يساوي اي او ساين فاي او. عايز بقى الار سي والاكس ام، ما انت معاك الفي ومعاك التيار، يبقى الار سي بتساوي في على اي او اي. طبعا ده في او ده كله في زاد ده فيز اكس ام في او على اي ام. يبقى انا حسبت ايه من هنا؟ الار سي والاكس ام. هل دي فيها مشكله؟ وعرفت كمان اجيب البي او ار، ما شاء الله احتجتها في المساله بعد كده تمام؟ عشان دي احنا اتفقنا انها فريكشن ويندج و ار مع بعض، وانا جبت البي او ار. الاختبار الثاني طبعا ده الاستيتوت زي ما هي في الحالتين، انا شغال شورت سيركت وانا شغال نمره او لوب دروت، اللي بيتغير هو دايره الروتر بالنسبه لي. فنفس الكلام الداتا اللي هيجيبها لي جيفن هتبقى ليه؟ لاين تو لاين للفولت، لاين تو لاين للتيار، والباور 3 فيز. هيجي يقول لك شورت سيركت. طبعا احنا بنشتغل ديت زي ما اتفقنا عند الفريكونسي والفي ريت. ليه؟ عشان البي ار اللي هتسيبها والار سي دي بتبقى بتعبر عن الار لوسز، والار لوسز بتعتمد على الفولت وعلى الفريكونسي. هنا في الشورت سيركت لو عايز احسب التيار او بكون شغال عند تيار الريتد. ليه؟ لان كده كده انا بيحصل لي تيار الريتد لان انا حاطط حمل كبير على المحرك بتاعي، فهيسحب تيار عالي جدا، فالتيار ده مش عايزه يعدي تيار الريتد عشان ما يحرقش الملفات. فبالتالي انت الفولت اللي هيشتغل هنا قليل جدا عن الفولت اللي انا شغال عليه في حاله الريتد، والتيار بتاعك اللي هيبقى تيار الريتد. ففي الحاله دي مثلا هيديني البي والاي والبي، هتلاقي مثلا لو البي هنا 400 هتلاقي مثلا 40. التيار ده هيبقى عالي جدا طبعا لانه تيار الايه؟ الريتد مثلا قول 50 مثلا امبير ايا كان يعني، وده مثلا يطلع 70 واط. هقول نفس الكلام، بس الفكره كلها ان انا في حاله دلوقتي ايه؟ الشورت سيركت بتاعتي. حاله الشورت سيركت انا هنا الشورت سيركت اللي انا عامله ده تمام؟ دلوقتي خش خش حالة الشورت سيركت او بلوك روتر، الروتر بتاعك ما بيدورش. بما ان الروتر ما بيدورش يبقى السرعه بتاعتك بكام؟ بصفر. بما ان السرعه بتاعته بصفر يبقى لسه بكام؟ واحد. يبقى لسه هنا بكام؟ واحد. اتفقنا ان الكود بتاعك اللي انا مسلطه قليل جدا، فالاقل النص بتاعتك هعملها، فممكن اشيل المفرع اللي هو النقطه ده، فيبقى الفرق او الكوفرنت سيركت النهايه تبقى شكلها عامل ازاي؟ ار واحد اكس واحد ار 2 داش والاس بكام؟ يبقى ار 2 داش واكس 2 او داش. هقول من هنا طبعا ار شورت سيركت بيساوي ار 1 زائد ار 2 داش، والاكس شورت سيركت بيساوي اكس 1 زائد اكس 2 او داش. هكمل ازاي؟ انت عارف طبعا ان زد شورت سيركت بيساوي بي شورت سيركت على اي اللي انت هتشتغل بيه هنا، يبقى فيز بالفيز. يبقى البي شورت سيركت دي هتاخد ده وتقسمه على ايه؟ على كسر 3، لان ده للفيز لوحده، احنا شغالين الايكوفلنت سيركت للفيز. يبقى البي دي بتاعتك كام؟ دي على جزء 3. والتيار عادي لان هو ستار كونكتد يبقى 50. تمام؟ يبقى كده جبت الزد شورت سيركت. والار شورت سيركت بتساوي ايه؟ دي شورت سيركت على اي شورت سيركت تربيع. طب انا عايز الاكس. الاكس شورت سيركت بتساوي الجزء التربيع لزد شورت سيركت تربيع ناقص ار شورت سيركت تربيع. تمام كده؟ عايز دلوقتي ممكن اقول اكس 1 بيساوي اكس 2 او داش بيساوي اكس شورت سيركت على 2. طب عايز ار 2 داش؟ انت معاك ار 1، ايه الاختلاف اللي هنا؟ معاك ار 1 يبقى انا ممكن اقول ار 2 داش بيساوي ار شورت سيركت نايس. ممكن في مساله عادي ثانيه ما يديكش اصلا الدي سي تيست ويقول لك ان ار 1 بيساوي ار 2 داش، فاحنا نشتغل هنا ايه؟
ار واحد بيساوي الامتداد بيساوي اشهر ست على ان انا حسبت دلوقتي البارامترز بتاعي الاله بتاعتي في مشكله في كده؟ فهيبقى اول مطلوب عندك ان انا بحسب البارامترز بتاعت الاله. طبعا انت كده دلوقتي لحد دلوقتي ده كلام جديد. يجي بعد كده يجي يقول لك ايه؟ انت حسبت بقى ار واحد اكس واحد ار اتنين داش اكس اتنين داش وار سي واكس ام. يقول لك انا عايز البي اوت، عايز التي اوت، وعايز الافشنسي عند السليب بتاعك بيساوي 5 مللي. المساله دي مساله رقم 2، مساله رقم 2 فيها حاجتين اتغيروا في الشيت، تمام؟ مساله رقم 2 في راس السؤال ان الجهد بتاعك تقريبا 400 فولت مش مكتوبه، ال 2 دي بيساوي 4 والفريكونسي بيساوي 60 وده ستار كونكتد. دي ما كانتش مكتوبه، انا هجيب لك الايه؟ تمام. دي ما كانتش مكتوبه، هتزودها لك في ايه؟ شيل. وفي مطلوب رابع، مطلوب الرابع ده مش عليه هنشيله، تمام. اول مطلوب كان عايز البارامترز بتاعت الاله بتاعته، ثاني مطلوب عايز البي اوت والتي اوت والافشنسي عند ستيل بيساوي 5 مللي، تمام. كده انا عملت ايه؟ كده انا رجعت تاني ان انا معايا ار واحد اكس واحد، بس دلوقتي معايا الار سي. الشيت اللي فات كان ساعات بيهمل الار سي، ومعايا الاكس ام ار 2 داش واكس 2 وداش. فالسليب اللي معاك كام؟ 5 مللي. تعرف عايز تجيب البي اوت، تروح تجيب البي انبوت. البي انبوت بيساوي 3 دي 1 اي 1 كوزاين فاي 1. طب هجيب الاي كوزاين ازاي؟ في على الزد معاك ديت زد 1، توازي مع زد 2، توازي مع زد 3 يبقى زد توتال. يبقى انا عندي الاي بيساوي بي 1 على زد توتال، هتجيبها قيمه وهتجيبها زاويه. تاخد الزاويه دي تجيب لها الباور فاكتور، يبقى جبت 3 دي 1 اي 1 كوزاين فاي 1. ده بقى الشيت اللي فات كله. وبعدين تطرحهم الاي ار لوسز وكبر واحد تجيب البي جاب. يبقى البي جاب بيساوي بي ان ناقص بي كبر واحد ناقص بي ايه؟ اي ار. البي كبر واحد 3 اي 1 سكوير في ار 1. انا معايا ار 1 واي 1 انا حسبته. طب البي ار تحسبها منين؟ لا ما انت معاك البي اي ار. البي ار من ايه؟ 63 ناقص 15. ليه 63 ناقص 15؟ عشان شغال 3 فيز، شغال سنجل فيز هنا. 63 ناقص 15 يعني البي ار من عندي كام؟ 63 ناقص 15 ده البي ار. طب الفيد كده كده مديك الفريكشن والرينج في الاخر اللي هي كام؟ 15 عام. كده جبت البي جاب، بما انك جبت البي جاب يبقى البي ميكانيكال 1 ناقص اس في ايه؟ طب البي اوت بي ام ناقص بي فريكشن والرينج اللي هي كام؟ كده جبت البي اوت، عايز التي اوت، بي اوت على اوميجا ار. انا معايا اوميجا ار 1 ناقص اس في الاوميجا اس، معايا الاوميجا اس، اروح اجيب ان اس 120 في اف ب 60 على 4، تجيب ال ان اس تجيب الاوميجا اس تجيب 1 تضربها هنا تجيب التي اوت. الافشنسي بي اوت على دي ام بوب بتاعي. هل المساله دي فيها مشكله؟ فهو بقى ليه هيخليك تحل مساله شكل الشيت اللي فات، لانك هنا اضطريت انت تجيب البارامترز كلها بدل ما هو يديها لك، وبعد ما تجيب البارامترز تحل الدايره تاني. طب هيطلب مني ايه تاني؟ المطلوب التالت ده التاني. المطلوب التالت هيقول لك انا عايز البريك داون سليب مستعمل عند التي ماكس وعايز التي ماكس. طبعا انت حافظ القانون اس دي ما عندكش اهمال الار 1 الاكس 1 يبقى تعوض في القانون بتاع ار 2 داش على شكل جزء التربيع الار 1 التربيع زي الاكس 1 زي الاكس 2 وداش كل تربيع. جبت الاس بي تي ماكس 3 في 1 سكوير على 2 اوميجا اس مش عارف 1 على ار 1 زي الجزء التربيع مش عارف ايه، حافظ القانون. هتعوض هنا وتعوض هنا، يبقى دي مساله ايه؟ شيكس اللي فات الجزء الخاص ان انت تحسب البارامترز دي. فانا اتوقع ان المساله هتيجي هتدي لك كده زي ما كنا بنشتغل في الترانسفورمر، بدل ما يديك البارامترز انت بتحسب البارامترز وبعدين بتحسب البولت ريليشن والكفاءه، نفس الفكره بالظبط. ده بالنسبه للاختبارات اللي عندي، تمام. المساله هتيجي كده بالظبط، تاخد بالك وانت بتشتغل ان ده فيز يا اما تشتغل بي بتساوي جذر 3 في الدي لاين تو لاين في الاي في كوزاين فاي اللي يريحك يعملها. المهم تثبت طريقه تحل بيها، تمام. وهيقول لك الدي سي تيست لما يجي يقول لك كده كده انت تبقى لازم تبقى عارف وسطار ولا دلتا. وسطار يبقى بتاخد الار دي سي تقسم على 2، هو هيجي يقول لك انا ما بين التو تيرمينالز المقاومه اللي انا حسبتها طلعت كذا، يبقى هو كان يقول لك الار دي سي بكذا. مثلا لو ستار كونكت تقسمها على 2 تبقى جبت ايه؟ ار 1. وتكمل المساله زي ما انت شايف.
تاني جزء عندي لو انا عايز احل مساله عشان تجيب بالظبط بس بالسيركل دايجرام. سيركل الدياجرام اللي انا بشتغل عليه انا بشتغل لكل النقط يعني كل الاوبريتنج بوينتس الممكنه للاندكشن موتور اللي عندك بالبارامترز دي بعمل له نص دايره كده. نص دايره دي بتعبر عن كل الاوبريتنج بوينت الممكنه اللي بتحصل تمام. لما تحدد الاوبريتنج بوينت دي ممكن تحدد عندك كل اللي انت عايزه التورك الباور السليب باور فاكتور. بعد كده لو عايز تجيب التي ماكس او البي ماكس او الماكسيمم باور فاكتور او اللي انت عايزه كله بتعرف تعمله من ايه من السيركل دايجرام. السيركل دايجرام عباره عن ايه؟ انا ببساطه كده خالص لو انا عندي مقام ملف كده الملف ده متوصل مع مقاومه متغيره ده ال في وده التيار اللي هيمشي وده الاكس وده الايه؟ الار بتاعك. لو الار بتاعتك بصفر يبقى الاي بتساوي ايه؟ في على جي اكس يعني في على اكس والزاويه بتاعتهم كام؟ 90 يعني التيار بيلاقي الجهد بزاويه 90 صح كده؟ يعني انا رسمت الجهد بتاعي كده على الرأس يبقى التيار بتاعك في الحالة ديت كام؟ ده لو الار بتاعتك بصفر الاي هو ده الزاوية دي كام؟ 90. طب لو بدأت أزود المقاومة أول حاجة إيه اللي يحصل للتيار؟ ثم هتقل. طب إيه اللي يحصل للفايل ما بينهم؟ تبدأ تقل يعني بدل ما كانت 90 تبدأ تقل تبقى أقل من 90. فإيه اللي يحصل لده؟ يبدأ يقل والزاوية بتاعته تتحرك كده 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 لو قعدت تغير الار من الار بصفر لحد ما وصلت الار لما لا نهايه هتلاقي ان ده عبر عنه بسيركل. السيركل دي بتعبر عن كل النقط الممكنه لتغيير قيمه المقاومه دي من صفر لما لا نهايه. بس عندك حاجتين اتنين ثابتين الفي لازم يبقى ثابت وهي غير الفي الفريكونسي لازم يبقى ثابت لان الفريكونسي لو اتغير الاكس بتاعتك هتتغير. يبقى الفي لازم يبقى ثابت والاكس ثابت يبقى التغيير هنا في ايه؟ قيمه المقاومه بس. السيركل دايجرام لما اجي ارسمها ارسمها عند فوكت ثابت وفريكونسي ثابت الاثنين دي حاجه مهمه تمام. طبعا انت تقعد تغير زي ما اتفقنا في المقاومه. الدايره دي بتعبر عن ايه؟ عن التيار. فالدايره اللي انا برسمها هناك في السيركل دايجرام بتعبر لي عن تيار بس التيار قيمته بتتغير نتيجه تغيير قيمه ايه؟ المقاومه. ده هنثبته دلوقتي. انا لو انا عندي دلوقتي الكوفلنت سيركل بتاعتي شكلها عامل كده هاخد الكوفلنت سيركل ابروكسيمت شكلها كده ار واحد اكس واحد ار اتنين داش على اس اكس اتنين داش ار سي اكس ام اي او ار اتنين داش اي واحد ده دي واحد. طبعا من هنا الاي ار بروسس او التيار اصلا ده بيعبر عن الايرن وبيعبر عن الاكسجين برانش تمام؟ واحنا متفقين ان الايرن بروسس غالبا لما بتشتغل عند دي واف ثابتين بيبقى الايرن بروسس ايه؟ ثابته. ومن هنا بالدايره ممكن اقول ان التيار ده طبعا ايه اصلا؟ عايز تقسمه اثنين مفيش مشكله، عايز تقول على طول هيبقى تاخد ده وتقسم الفولت عليه. القيمه دي ثابته والقيمه دي ثابته، هل في تغيير في كده؟ ده ولا بيتغير ولا ده بيتغير عند الدي والاف ثابتين. فبالتالي التيار الاوت بتاعك التيار النو لود بتاعك ده كونستنت صح؟ فبدخلوش فين في السيركل دايجرام بتاعي ليه؟ لان هو قيمه ثابته. اتفقنا ان احنا بنرسم دايره للتيار ونبدا عن تغيير قيمه المقاومات. امال ايه اللي هرسم له السيركل؟ اي 2 داش ليه؟ لان انت عندك ار واحد ثابته ماشي اكس واحد ثابته اكس 2 وداش ثابته. امال اللي بيتغير؟ ليه؟ بيتغير نتيجه تغير السليب. السليب بتاعك بيتغير يعني عند كل سرعه على الروتر السليب هيتغير فالقيمه دي هتتغير فالمقاومه ممكن تتغير من كام؟ لو السليب صفر على نهايه او قيمه قليله جدا صح كده؟
فده بيتغير من صفر لمرة تانية. فانا عايز ارسم له السيركل بالرقم اللي بيرسم ايه؟ برسم اي 2 دال، برسم السيركل من اي 2 دال، دي مهمة عشان ما تتلخبطش. عندي طريقتين اثنين ارسم بهم السيركل دايجرام. طريقة الدكتور قال لك عليها والطريقة الثانية سألته هل هي انتم طالبين بيها؟ قال لي اه. فانا هبدا بالطريقة الثانية الأول. الطريقة الثانية لو انا مديني بارامتر زي ده، يعني انا مديني ار 1 اكس 1 ار 2 دال اكس 2 داش و ار ام او ار سي والاكس ام. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل تعبير، يعني بعبر عن اي 2 داش. تمام؟ فانا هقول ان انا عندي ان اي 1 صح بيساوي ايه؟ اي نولود زائد اي 2 داش، صح كده؟ قلت اي او بيساوي ايه؟ انا هقسمها اثنين بس خلي اي او ايه؟ واي ام. اي او ايه بيساوي في على ار سي، في على طبعا انت هترسم في رسم بيانات بسكيل وبزوايا، فعشان كده انا سبتهم ليه؟ لان الاي او ايه بيساوي في على ار سي، وانا هاخد الفي بتاع الريفرنس بتاعه صفر، يعني انا هاخد الفي كده هو الراسي. تمام؟ يبقى في والزاويه زيرو على ار سي، فيبقى ايه ده؟ انفيز مع ده، لان هو مقاومة بس يا مقاومة. طب الاي ام في على جي اكس ام، يعني هيبقى في على اكس ام والزاويه كام؟ سالب 90 كده. ماشي. انت دلوقتي عايز ترسم ده وعايز ترسم ده وتجمعهم على بعض جمع اتجاه، لان الاي او بيساوي الاي او ايه زائد الاي ام. فانت ممكن تروح تقول لي والله دي طلعت لي مثلا كام؟ 5 والزاويه صفر، ودي طلعت لي 30، دي 30 والزاويه سالب 90. فتيجي تروح قايل لي مثلا تقول لي والله انا هاخد سكيل 5 امبير للسنتي وارس، يبقى دي كام امبير او دي كام سنتي؟ 1 سنتي. يبقى ارسم مثلا هنا كام سنتي وهنا 5 سنتي وكده. بس انت ما تاخدش سكيل دلوقتي، هتاخد سكيل امتى؟ تاخد سكيل لما تحسب اي 2 داش. ليه؟ لان داش ده طيار نولوب صغار اصلا. فلو خدت سكيل الطيار الصغير ده تيجي تلاقي ان اي 2 داش الستارت بتاعك 30 سنتي 40 سنتي مش هتعرف تحسبها. فتاخد السكيل الطيار امتى؟ لما اكون شغال في الحاله الثانيه. او هحسب ايه بقى دلوقتي؟ هشتغل عن لو قلت اي 2 داش فهو عباره عن في 1 على ار 1 زائد ار 2 داش على اس زائد جي اكس 1 اكس 2 وداش. فده بيعتمد على السكيل. فانا كان هاخد منه نقطه واحده اللي هي عند ايه؟ عند الستارت. الستارتنج ليست بكام؟ يعني في 1 على ار 1 زائد ار 2 داش زائد جي اكس 1 زائد اكس 2 وداش، صح؟ تطلع لك ايه من هنا؟ قيمة مزاولة، طبعا دي السالب عشان كلها راج يعني. تمام؟ فده مثلا يطلع لك ونقول يعني ممكن نقول ايه مثلا؟ اي حاجة. نقول مثلا 200 مثلا. الزاوية بتاعته سالب 70. أعمل إيه بقى دلوقتي؟ تبدأ تاخد سكيل من أول ما تطلع أي 2 داش ستارتنج أو أي شورت سيركت زي ما نقول هناك، تبدأ تاخد السكيل. السكيل ده 200، أقول مثلا آخد السكيل 10 امبير لكل سنتي. تمام؟ 10 امبير لكل سنتي. فدي تبقى 20 سنتي. عادي ما انت هشتغل بالعرض بتاع السطح. هشتغل بالعرض، هشتغل بالعرض. عايز تعملها اقل ماشي، يعني اعملها انت ماسك اصلا 15 انا عارف اعملها عشان الارقام اللي عندي تبقى مظبوطه. 10 امبير لكل سنتي. يبقى دي هتبقى كام؟ 20 سنتي. هرسم ده الاول. دي كام؟ 5 امبير صح؟ يبقى نص سنتي هرسمها على سكيل التيار تدينا نص سنتي. نص سنتي انفيز مع الفولت، يبقى هنا برسم اي او اي نص سنتي صح؟ يبقى ده بيعبر لي كانه بيعبر عن الريال وده بيعبر عن الماجن. هنا الاي ام طبعا بتبقى اكبر بكتير من الاي او اي. 30 يعني كام؟ 3 سنتي. 3 سنتي كده دي 3 سنتي دي ايه؟ اي ام. مجموع الاثنين يديني اي او. الاي او دي قيمتها ثابته. ليه قيمتها ثابته؟ ان انا شغال السيركل دايجرام عند فولت وفريكونسي ثابت. بما اني شغال عند فولت وفريكونسي ثابت يبقى الار دروس الثابته. مظبوط؟ ماشي. الاي او ده ثابت. ابدا بقى اعمل ايه؟ انا هبدا ارسم سيركل دايجرام لاي 2 داش. هاخد ابدا ريفرنس من هنا جديد، ارسم خط موازي للفي كده وخط موازي للايه؟ للايماجينري اللي تحته. يعني خط افق وخط راس. هرسم ايه دلوقتي؟ اي 2 داش ستارت. معايا قيمه وزاويه. القيمه قيمتها كام؟ 200 امبير، يعني كام سنتي؟ 20. تعمل الاول محل. يعني ايه محل؟ انا عايز اقيس زاويه قيمتها 70 من هنا. اعمل ايه؟ بالمرجع او بالمنقله بتاعتك تقيس 70 وتاخد ايه؟ محل كده. وبعد ما تعمل المحل ده تشوف القيمه بتاعته بكام؟ 20 سنتي
يا اما بالبركه يا اما بالمسطره اللي انت رسمته. بالمسطره تقيس 20 سم يبقى ده كام؟ هاي 2 داش ستوب. هل ده في مشكله؟ هاي 2 داش ستوب. طبعا هما الاثنين مش هيبقوا نفس ال نخلي ده مثلا طبعا اللي بيقفل ده وده هيبقى الاي واحد ستارت مفيش مشكله ده الجامع ما بينهم ماشي. قال لك مش النهايه دي ده اي 2 داش يعني انا برسم سيركل الاي 2 داش يبقى لازم النقطه دي تبقى موجوده على ايه؟ على السيركل اللي انا هرسمه لانها اوبريتنج بوينت مش ده موجود وقت الستارتنج الاس بواحد يبقى دي اوبريتنج يعني لما الاس بواحد اي 2 داش ستارتنج هتبقى تطلع حلو تمام؟ فالمفروض ان السيركل بتاعتك لازم تمس النقطه دي في حته فقال لك يبقى ده اسمه ايه؟ انت بدايتك اهي ونهايتك اهي ده اسمه وتر في البدايه. الوتر ده بالرياضه هتقسمه لو قسمته نزلت عمود كده يديك لو النقطه دي سميتها او دي او داش دي الام يبقى الاو داش ام ده الراديوس بتاع السيركل دايجرام بتاعك. فاجي من هنا ارسم ايه؟ طبعا السيركل لازم يمر بايه؟ بالنقطه دي. تمام كده؟ انا رسمت السيركل بتاعتي يبقى اي اوبريتنج بوينت ده موجود تبقى مخطوطه تبقى موجوده فين؟ طبعا دي هتبقى معانا شويه حلوين فيها يعني تبقى متعوضه كده في المعنى تمام؟ ده السيركل بتاعي. عايز اقول ايه بقى دلوقتي؟ انا في حاله الستارتنج صح؟ ماشي. دي دلوقتي بالنسبه لي اللي هي ال 70 دي عباره عن ايه؟ فاي 2 ستارت. لو انا خدت ده حللته كده كمركبه رأسيه هيبقى بيديني ايه؟ اي 2 داش ستارتنج وزاين فاي صح؟ ولو ده خدته كده حللته مركبه كده دي فاي 2 ستارت هيبقى ايه؟ دي الفاي نوت يبقى اي او وزاين فاي او صح كده؟ ايوه. ايه رايك لو ضربت ده في 3 بي؟ 3 بي اي كوزاين فاي اديني ايه؟ باور صح كده؟ يبقى انا ممكن او لما بشتغل في الرأسي وعرفت اشتغلها بسكيل باور يبقى ده هيعبر عن ايه؟ الرأس دايما عن باور يعني انت بتاخد رأس وبسكيل باور يبقى ده هيطلع لك ايه؟ باور يعني انت ممكن تعمل ايه دلوقتي؟ ممكن اقول ان انا لو نزلت من هنا رأس كده مثلا دي سميتها ايه؟ دي سميتها بي ودي سميتها سي. سي بي سي دي عباره عن ايه دلوقتي؟ اي او كوزاين فاي او صح؟ لو ضربتها في 3 دي تديك ايه؟ بي اي اللي هو اصلا قيمته ثابته على طول زي ما اتفقنا لان هو ثابت بتكتب فريكونسي ثابت والفولت ثابت. فالبي سي ده بيعبر عن ايه؟ عن البي اي ثابت على طول على الخط كده. طب ايه تاني؟ طب ده 3 اي 2 داش ستارتنج في البي كوزاين فاي 2 ستارت. هو في الستارتنج اصلا هل لسه الروتر ضرب؟ السليب بتاعك هنا بكام؟ واحد. واحد انا لسه بداتش ما بداتش لسه مفيش ميكانيكال باور صح؟ يبقى البي ام في الحاله دي بكام؟ بصفر. يبقى كل اللوسز او كل الباور اللي طالع طالع ايه؟ لوسز. اللوسز دي هتبقى فين؟ ما انا شلت منها اير لوسز يبقى لك ايه؟ كبر في الستيتور وكبر في الروتر. يبقى هنا الحته بتاعت الاي بي دي بتعبر لي عن ايه؟ دي كفر ككل. طب انا عايز اقسمها حته للكفر يعني بتتقسم الكفر نص واحد وكفر نص اثنين اقسمها ازاي؟ انت عارف من هنا انا شغال على الدايره دي دي كفر اثنين ودي كفر واحد بتساوي 3 اي 2 داش تربيع طار 2 داش 3 اي 2 داش تربيع طار واحد صح؟ ده يروح مع ده نسبه دي كفر اثنين على دي كفر واحد هي ايه؟ طار 2 داش على ار واحد. لو انا معايا ار 2 داش ور 1 مش ممكن اقسم ده نصين النص اللي فوق بيعبر عن ار 2 داش النص اللي تحت بيعبر عن ار 1 وعليه ممكن ارسم خط تاني جديد كده الخط ده انت عارف الاتي ده البي ام طلعت منه الاير نوسس يبقى الحته دي تمام طلعت منه بي كفر 1 يبقى انا وصلت لايه؟ يبقى ده بيعبر عن ايه؟
ده كله الباور بتاعك، شلت منه ار، شلت منه بي باور واحد، يبقى وصلت هنا ليه؟ يبقى ممكن اسمي الخط ده خط البي جاب، صح كده؟ شلت منه كمان بي باور اثنين، يبقى وصلت ليه؟ بس البي بيكلكل في خط الستارتنج بكام؟ ما هي؟ مفيش اصلا مفيش طول راسي يحدد لي عامل باور، البي ام هنا كده بصفر. يعني ده كمان بي باور اثنين. عندك مشكله؟ ده بي باور. طب لو انا عايز التورك، مش التورك انا بنقول بيساوي البي ميكانيكا على اوميجا ار. هل انا ينفع اكتب كده؟ انا اوميجا ار عمال بتتغير مع الاستيب، مش ممكن اقول بقى ان هي عباره عن ايه؟ بيجاوب على اس. ده معناه ايه؟ معناه ان انا ممكن اقول ان ده بيعبر عن البي جاب او التورك، سواء هو بسكيل الباور او سكيل التورك. بمعنى انا لما اشتغل راسي واقول ان الحته دي بتعبر عن البي، هيبقى ازاي بتعبر عن البي؟ هاخد الطول ده اللي هو مثلا 3 سم، تمام؟ لازم اضربه فين؟ في سكيل باور عشان يبقى عبر عنه بالباور. طب سكيل الباور ده عباره عن ايه؟ والله سكيل الباور ده لو ده سكيل الطيار، سكيل الباور هو عباره عن 3 في البي في سكيل الطيار. ما تقوليش فين كوزاين فاي، ما انت اصلا خدت الطيار حللت، فلما حللت راس يبقى كده هو اصلا ضمنيا اي كوزاين فاي. تمام؟ دي الدكتور ما بيقولش عليها، بس هقول لك بيقولها بطريقه ثانيه، بس دي انت ممكن تشتغل بيها عادي. 3 في البي في الام ار. تمام كده؟ طب لو انا عايز سكيل التورك، طب ما انت سكيل التورك عباره عن ايه اصلا؟ مش الام بي على اوميجا اس او 3 في البي في الام اي على اوميجا اس، مش ده بيعبر عن بي؟ لو البي اثبتها على اوميجا اس بس خدت المقياس او خدت الرسمه بتاعتك من ايه؟ من الخط بتاع البي جاب، يبقى انا كاني بقول بي جاب على اوميجا اس اللي هي بتعبر عن تورك. فيها مشكله كده؟ طب لو انا عايز التورك دلوقتي يبقى ايه؟ يبقى ممكن اقول دي هسميها اي دي سي دي دي. يبقى اي دي ده سكيل الباور بيعبر عن بي كفر 2، والدي بي بي كفر 1. طب ايه تاني؟ ده الاي دي ده بيعبر عن التورك لو انت عايزه بسكيل التورك. هتوضح دلوقتي. ده كده في حاله الستارتنج مفيش ميكانيكال باور. طب لو انا بطريقه معينه جبت الاوبريتنج بوينت، الاوبريتنج بوينت بتاعتي طلعت هنا. هل ده في مشكله؟ هنقول ازاي نحدد الاوبريتنج بوينت؟ الاوبريتنج بوينت طلعت هنا. عايز احدد الباور. لو انا رسمت خط راسي كده. تمام؟ دي سميتها ايا كان. دي اي اف جي اتش او. البي انبوت هنا بيعبر عن ايه؟ بيعبر عنه بايه؟ الباور الكلي الاي ار، صح؟ يبقى الاي اي ده عباره عن ايه؟ البي انبوت ده اتش اي ار بنص. لما شلت من البي انبوت ار بنص ده يعبر عن بي كفر 1، يعني جي اتش بي كفر 1، الاف جي بي كفر 2. يعني انا جيت هنا ده كله الانبوت، شلت منه اير، شلت منه بي كفر 1، يبقى وصلت لايه؟ بي جاب. ما هو ده خط البي جاب اصلا، عشان كده رسمته. شلت منه بي كفر 2، يبقى ده بيعبر عن ايه؟ بي ميكانيكا. الاي اف بيعبر عن ايه؟ البي ام. هل دي فيها مشكله؟ ما انا شلت من ده كله البي انبوت اير منصف وكفر 1 وكفر 2، يبقى وصلت لايه؟ للبي ام. لو مفيش فريكشن ويندج يبقى انا عايز الافشنسي بتعبر عنها ايه؟ البي اوت اللي هي اي اف على البي انبوت اي ار. يبقى انت تعرف تحسب البي ام، البي ار، البي كفر 1، البي كفر 2، الافشنسي. طبعا ده كله بتحسبه كسنتي تضربه في سكيل الايه؟ الباور. انت عايز باور؟ هو في سكيل الباور. انت جبت سكيل الباور منين؟ 3 في البي في الام ار. تمام كده؟ عايز السليب. مش السليب ده بيساوي بي كفر 2 على بي جاب، صح؟ طب بي كفر 2 بيعبر عنها ليه؟ الاف جي. طب والبي جاب؟ ده دي كل، صح؟ من خط البي جاب لحد فوق، يبقى ده اللي هو ايه؟ الاي جي. يبقى اف جي على اي جي بيديني ايه؟ السليب بتاعي. طبعا سنتي على سنتي مفيش مشكله، مش شرط تضربه في سكيل الباور وترجع تضربه في سكيل الباور، ده وده عشان تقسمهم على بعض. وده سنتي وده بالسنتي طلع لك السليب. طب عايز الباور فاكتور، مش النقطه دي اوبريتنج؟ انت عارف ان اي او
لازم نتجمع عليها اي 2 عشان يدينا اي 1. يبقى في الحاله ده ده ايه؟ اي 2. يبقى ده كله ايه؟ اي 1. اي 1 حسبته عايز برضو تحسبه كقيمه، يعني اقول لك عايز ستيت الكرب اي 1 اهو تضربه في سكيل ايه؟ التيار. عايز الباور فاكتور قيس من هنا، يبقى جبت الباور فاكتور. تمام؟ ايه تاني؟ هيقول لك ماشي. بعد كده انا عايز ماكسيمم باور او ماكسيمم تورك. ماكسيمم باور يعني ايه؟ طب استنى قبل ما اقول ديت عايز تورك، انا عايز تورك في الحاله دي. التورك في الحاله دي عباره عن كام؟ هو ايه؟ مش ده بيعبر عن التورك لاين؟ ده تورك لاين وده الباور لاين، يبقى بيساوي ايه؟ لا ما انت بتقول الاي جي ده معطل عن الجيجا، ما هو هو ما انت عايز جيجا تقسمه على ايه بقى؟ في الحاله دي اوميجا اس، يعني ده هتضربه في سكيل ايه؟ تورك، او تضربه في سكيل باور وتقسمه على اوميجا اس مش هتفرق. ما هو البي جاب لو قسمت على اوميجا اس يديك التورك. تمام؟ فانا عايز ماكسيمم باور. ماكسيمم باور يعني ايه؟ يعني المسافه الرئيسيه ما بين الاوبريتنج بوينت دي والباور لاين ده ماكسيمم، صح؟ يبقى انا عايز المسافه دي ماكسيمم. طب قال لك تعمل المسافه دي ماكسيمم ازاي؟ حاجه بالظبط كده، احنا كنا بنشتغل السنه اللي فاتت كده. انت عايز مماس، يعني مماس للباور لاين على الدايره. فالدكتور قال لك بدل ما تعمل موضوع المماس هتعمل ايه؟ هتعمل عمودي من نقطه المنتصف دي على اللي انت عايز تجيب الماكس بتاعه. يعني ايه هي يعني؟ انت عايزها هنا، عايز الباور ماكس، يبقى هتاخد من هنا عمود. انا كده كده اصلا ده اللي رسمته بالدايره. تاخد عمود لحد ما تتقاطع مع ايه؟ مع دي. يبقى دي اوبريتنج بوينت 3 اللي عندها ماكسيموم ايه؟ باور. طب انا عايز الماكس باور ده تاخد خط ايه؟ راس. ده يبقى ايه بالنسبه لك؟ كيو ار. هو كيو ار ده ليه؟ دي ميكانيكال ماكسيموم. طب عايز التورك ماكس، هتاخد عمود على نقطه المنتصف، عمود على ايه؟ على التورك لاين لحد ما تقطع فوق. تقطع من هنا مثلا كده. لا عمود اهو. يبقى دي الاوبريتنج بوينت الجديده بتاعت ايه؟ تورك ماكس. انا عايز التورك في الحاله دي. التورك في الحاله دي بقيسه منين؟ بقيسه من هنا لحد ده. صح كده؟ يبقى ده كله التي ماكس. طب عايز باور فاكتور ماكسيموم. هو باور فاكتور ماكسيموم امتى؟ يعني كوزاين فاي ماكس. كوزاين فاي ماكس امتى؟ لما الفاي ماكس تبقى ايه؟ مينيموم. مش انت عايز كوزاين فاي اعلى ما يمكن؟ يبقى الفاي ماكسيموم ايه؟ او فاي قصدي فاي ديت لازم تبقى ايه؟ مينيموم. صح؟ مش الباور الكوزاين كل ما الزاويه بتاعتها قلت كل ما كانت اعلى. فبالتالي انا عايز الفاي الزاويه بين التيار والبول تبقى اقل ما يمكن. طب اقل ما يمكن ازاي؟ انت عايز الزاويه من ايه؟ ما بين التيار اي 1 والفي. طب امشي معايا بالتيار اي 1 كده. كل ما تبقى ارت كده قليله، كل ما بتروح كده في الدايره اللي بيحصل ليها؟ بتزيد. يعني الباور فاكتور بيقل. بيقل لحد ما توصل اخرك امتى تقل؟ يعني انت مماس للدايره. يعني انت تروح واخد مماس للدايره انك لو رفعت عن كده مش هيبقى فيه اوبريتنج بوينت، مش هيبقى فيه تقاطع. فانت اخرك فين؟ مماس للدايره. فانت لو عايز الكوزاين فاي ماكسيموم تاخد مماس من الزيرو من هنا لحد فين كده؟ سلام على السلام. ماشي. يبقى دي اللي عندها ايه؟ الباور فاكتور بس. عندي حالتين اتنين كمان عشان اقول لك كل اللي موجود في الشيت، يعني انا قلت ده كله في مساله واحده. حالتين اتنين هحاول ابقى يعني اعمل لك ورقه كده مفصصه لك كل حاله بتعمل فيها ايه. لو ديت ادي البي رسمت من هنا الاي او اهو، الاي او رحت واقف هنا في الراس بتاعي والافقي، ورحت راسم الايه؟ الدايره بتاعتي مش عايز صب على الايه. تمام؟ وده الباور لاين اهو، وده التورك لاين، ده الباور لاين، ده بتاع البي ام، وده ايه؟ بي جاب او التورك بتاعه. قلت لك انا عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب التي ماكس. قلت له والله مفيش مشكلة مش مهم، قال لي ده المنتصف أهو على الخط ده أعمل إيه؟ وأكمل كده وده يبقى الأوبريتنج بوينت بتاعتي التي ماكس. طب التي ماكس هيبقى فين هنا؟
ده بي اي، ده بي كبر واحد صح؟ ده بي كبر اتنين، بي كبر واحد عبر عنه بار واحد، ده عبر عنه ايه؟ ار اتنين داش. يبقى ده بيعبر عن ايه اللي هو البي ام اللي هو المفروض ار اتنين داش واحد ناقص اس على اس صح كده؟ طب عايز التي ماكس لو دي او ان مش عارف بي ايا كان كده، يبقى انت هتحسب منين؟ بي الاو بي ده اللي هو التورك بتاعك اضربه في سكيل التورك كسنتي تمام؟ طب جه قال لك بقى انا ده احنا قلنا كده، جه قال لك بقى انا عايز الستارتنج تورك يبقى قد التي ماكس. انت اصلا بتعمل ايه؟ واوند روت الفا زي ما اتفقنا بتساوي على 2 داش على اكس 2 وداش، دي مثلا طلعت لك كام؟ 2 على 10 يبقى 2 من 10 يبقى الماكسيموم الماكسيموم تورك هيحصل امتى؟ شوف زي كده الماكسيموم تورك هيحصل امتى؟ لما الفا هتساوي اس، مش احنا اثبتنا ده المره اللي فاتت؟ يعني عند 2 من 10 تحصل على التي ماكس. طب انا عايز التي ماكس ده عند الستارتنج ابدا ازود في الالفا لحد ما توصل لكام؟ لواحد. طب ازودها ازاي؟ عن طريق ان انا بحط مقاومه في دايره بحط مقاومه ار ار، يبقى انا هتخليني احط مقاومه لحد ما تورك الستارتنج بيبقى يساوي ايه؟ التي ماكس اللي هو ده ده التي ماكس. بس في الحاله دي في الحاله العاديه اللي هو في التي ماكس كان في بي ام. طب في حاله الستارتنج هل اصلا في باور هيطلع؟ كله رايح ايه؟ لوسز. فبالتالي الحته دي لو ده انا شغال ستارتنج بقى دلوقتي ده التي ماكس هيبقى هو التي ماكس بتاعي، ده بي اي ده بي كبر واحد ده بي كبر اثنين، يبقى اللوسز اللي هنا هتبقى في انهي مقاومه؟ المقاومه اللي انت ضايفها. يبقى الحته الجديده دي بتعبر عن ايه؟ عن الار اللي انت ضايفها. انت بقى عايز قيمه الار اللي انت ضايفها، هتقول والله انا معايا الحته دي ده هي مثلا 1 سم. ال 1 سم ده اللي هو الام بي، 1 سم ده بيعبر عن ايه؟ عن 2 داش اللي انا عارف قيمته. طب دي اللي هي الاو ان 4.5 سم. يبقى بكام الار قد؟ معاك دي قيمتها؟ وده بسم وده سم تقسمهم على بعض تعمل الار اللي انت هتضيفها في الاوضه. دي حاجه. طب تاني واحده بقى ممكن يقول لك ايه؟ يقول لك انا عايز التي ستارتنج 200% من التي فول لود. يعني شغال اوبريتنج بوينت انا اشتغلت وقال لي احسب ازاي الفول لود تمام؟ قال لي احسب ازاي الفول لود وايه؟ واشتغلت اهوت والاوبريتنج بوينت طلعت لي مثلا فين؟ حط التور وبحط الدور وبحط التور الاوبريتنج بوينت مثلا طلعت لي هنا تمام؟ ده عندي الفول لود. يبقى انا هرسم الخط الوسط بتاع اهوت ده مش عارف ايه كان ايه بي سي دي اي تمام؟ في الحاله دي ترك الفول لود بتعبر عنه بايه؟ اي سي صح كده؟ لما يجي يقول لك انا عايز تي ستارتنج ده يبقى 2 من التي فول لود، يبقى الترك بتاعك الفول لود ده هو اللي هو الاي سي تمام؟ ايه رايك لو عملت الاتي؟ انا عايز 2 من الفول لود، مش الفول لود ده عباره عن اي سي؟ هعمل ايه هنا؟ هاخد اي سي واضيف كمان اي سي هنا. مش قوي بقى كده عشان يطلع معايا، ده الاي سي الجديد كمان. يبقى كده كان اي سي واي سي، يبقى ده تي فول لود وتي فول لود. واخد موازي للخط بتاع التورك كده. دي هتبقى شكلها عامل كده ما تقلقش. فهتقطع في نقطة اللي هي ديت ايه؟ الاوبريتنج بوينت او مش الاوبريتنج بوينت الجديدة. النقطة اللي عندها اقدر احصل على 2 من تي فول لود. وعليك نفس الكلام لما انزل كده ده بيعبر عن ايه؟ ار واحد ده بيعبر عن ده بيعبر عن قيمه المقاومه اللي انت هتضيفها عشان تخلي التي ستارتنج 200% من التي فول ده بالنسبه لكل الحالات بتاعتي عشان اعرف انا مستعجل بس خلاص بعد انا بس ازاي احدد البريتنج بوينت اصلا ازاي احددها؟ هيجي مثلا يقول لي انا عندي البي اوت بتاعك والله مثلا 5000 واط ماشي؟ انت حسبت طلعت سكيل التيار وطلعت سكيل الباور صح؟ مش سكيل الباور ده مثلا لو طلع ب 1000 واط لكل سنتيمتر ده معناه ان البي اوت او البي ام هو هتبقى غالبا بي اوت او بي ام مفيش فريكشن منه كام سنتي؟ 5 سنتي راسي صح؟ يبقى المفروض المسافه ما بين الباور لاين والبي اوت يبقى قد ايه؟ 5 سنتي راسي صح كده؟
ولا لا؟ مش انا البي اوت بتاعك والبي ان بتاعك عباره عن 5 سم يعني مسافه ما بين الاوبريتنج بوينت المفروض الرئيسيه وخط الباور تبقى كام؟ هي 5. فانا رسمت اهو ادي البي ده الاي او بس السيركل بتاعتي ده خط الباور وده خط القطار تمام؟ انا قلت لك ان البي ديت دي الستارتنج بوينت يعني دي اللي عندها الستارتنج ده الاس بواحد تمام؟ انا عايز ايه؟ عايز البي ام دي تبقى كام سنتي؟ يعني عايز المسافه ما بين البي ام ده وده 5 فانت مش هتعرف تمشي بالمسطره لحد ما تحاول تجيبها 5 تعمل كده ما نعمل ايه؟ لو خدت موازي ده على بعد 5 سنتي موازي ليه على بعد 5 سنتي وتقاطع مع السيركل دي في نقطة يبقى كده كده المسافة الرئيسية اللي بينهم هتبقى 5 يعني ايه؟ يعني لو طلعت من هنا كده قست 5 سنتي كده ال 5 سنتي دول خدت موازي ده منهم كده يبقى المسافة الرئيسية دي لازم تبقى 5 سنتي عشان انت واخدت هنا رأس يبقى المسافة دي هتبقى 5 سنتي ماشي؟ هيطلع لك أزمة دلوقتي انت زي ما انت شفت في 2 اوبريتنج بوينت واحدة هنا واحدة هنا تاخد هنا واحدة فيهم بالراحة يعني حاول يعني دي الاس هنا بصفر الاس هنا بواحد اخد دي ولا اخد دي حسب الاس لا تركز بيت كام اس هنا بكام اس هنا بكام ستيبل ريجن انا ستيبل ريجن هتاخد انهي؟ ستيبل اللي هو غالبا ايه؟ الاس بصفر وغالبا هنا يبقى بتاخد ده الريتنج بوينت انهي؟ ناحيه الشمال فانت عرفت تحدد ازاي الريتنج بوينت اهي من هنا بقى تعرف تحسب اللي انت عايزه عايز البي ام التي مش عارف ايه وبتاع اول حاجه عندي عشان تحدد الريتنج بوينت ممكن يوريك ايه؟ البي او تاني حاجه ودي ما لقيتهاش حل والله بس مش عارف يعني بيوريك السليب السليب ده اللي هو عباره عن ايه زي ما اتفقنا؟ دي كبر 2 دي جاب مثلا ده يديلك 5 من 100 يبقى 5 على كام؟ هتضطر تقعد تحاول بقى تجيب نسبة دي ايه؟ مثلا دي هنا سي هنا دي ده بي كفر 2 صح؟ مظبوط؟ وده الايه؟ دي جاب انت عايز النسبة ما بين ده وده تبقى كام؟ 5 على 100 تقعد بقى تتمشى كده لحد ما ربنا يكرمك ويوعدك وتلاقي ان النسبة دي قريبة لك 5 من 100 انا لو اعرف طريقه ثانيه ان انا احسب بيها الريتنج بوينت عند الاستبر هقول لكم في اي فيديو صغير بس ده اللي لحد هنا تمام؟ فهتبقى صعب اصلا انك تقعد تمشي كده مثلا دي لازم تبقى كده ما دام 5 على 100 غير مثلا يعني دي 5 ودي ما تفهمش بقى تبقى ماشيه ازاي تمام؟ بدل ازاي حددت الريتنج بوينت لو مديني البي اوت او مديني الايه؟ ال السليب لو في طريقه ثالثه او في حاجه ثالثه مثلا لو هو مديني التيار ممكن اقولها بعد كده انا ازاي احدد الاوبريتنج بوينت بالنسبه لي لو هو مديني الشورت سيركت تيست والاوبن لود تيست وده تلاقي الشيت كله اغلبه على اصلا على مش الاوبريتنج بوينت ازاي ارسم السيركت دايجرام اصلا على الجزئيه دي لو انا شغال بقى في العادي مديني اوبن لود تيست اوبن سيركت اه معايا البي ومعايا البي ومعايا الار صح كده؟ مش ده تيار النود انا شغال هنا ايه؟ اهم حاجه بالنسبه لي اوبن نود عند البي ايه؟ في ريت وانا كده كده عشان تبقى فاهم برسم السيركل ده جرام فين؟ البي ريت والفريكونسي ريت يبقى انا ماشي هنا مظبوط التيار ده اللي هشتغل بيه عشان التيار ده محسوب فين؟ عند الريت التيار ده عباره عن ايه مثلا مديهولي هو مديهولي كذا مثلا ده 50 واط 400 فولت وده كمان 10 امبير يبقى التيار بتاعك كام؟ 10 امبير بس انا عايز الزاويه بتاعته عشان ارسمه صح؟ هجيب زاويته منين؟ ما انت عارف ان البي بس هنا بقى هنشتغلها 3 فيز وخلاص جذر 3 دي لاين تو لاين واي لاين تو لاين او واي فيز وزايد الفار مظبوط كده؟ انا عايز الفاي ديت يبقى البي على جذر 3 دي لاين تو لاين اي فار دي هتطلع لك مثلا كام؟ قيمه تجيب منها الفاي نوت الفاي نوت ده يطلع مثلا سالب 80 تمام؟ بقى ترسم ازاي؟
دي سالب 80 تاخد كده سالب 80 وتعمل ايه؟ حدد السكيل بقى. لو قلنا هنحدد السكيل بتاع التنظيف دلوقتي مثلا 10 هناخد 10 عمبير لكل سنتي، بس بعد ما نكسر 10 سنتي الاول يبقى دي كام سنتي؟ واحد. يبقى هنا كام 1 سنتي 1 سنتي كده، يبقى انا رسمت ايه؟ والاي او ده زي ما اتفقنا ثابت، فبرسم من هنا ريفرنس في كده وريفرنس في كده. طب وبعدين؟ اشتغل شورت سيركت. شورت سيركت يعني زي ما اتفقنا كان الستيب بتاعك برضه بكام؟ بواحد، يعني كان شغال ستارتنج. طب ماشي، الشورت سيركت الاختلاف اللي هنا فيه ايه بقى؟ شورت سيركت بتتعامل عند في واي وبي. الفي ده هتلاقيه مثلا زي ما اتفقنا 40 فولت، عشان فولت قليل لان التيار ده بيبقى تيار غالي مظبوط كده. ده مثلا 50 امبير ودي كام؟ 70 واط. اول حاجه عايز الفاي شورت سيركت، كل الفاي شورت سيركت بتساوي البي شورت سيركت على جذر 3 الجي شورت سيركت والاي شورت سيركت مظبوط كده. جذر 3 في البي لاين تو لاين في التيار، تجيب الفاي شورت سيركت اللي هنا اللي هي كوزاين فاي شورت سيركت. تجيب الفاي شورت سيركت من هنا تطلع لك مثلا كام؟ سالب 60 مثلا اي حاجه. طب انا عايز التيار، هل التيار ده محسوب عند الفي ريتد؟ وانت بترسم دايره لازم يكون متفقين الفي ريتد والفريكونسي الاثنين ثابتين. يبقى لازم اعمل ايه هنا؟ اقول والله لو انا شغال عند الفي شورت سيركت اللي هي 40 فولت التيار كان كام؟ 50 امبير. طب لو انا شغال عند 400 يبقى التيار بتاعك كام؟ يبقى 400 على 40 50. يعني بقول كاني بقول اي شورت سيركت ان يساوي اي شورت سيركت الفي شورت سيركت ان على الفي شورت سيركت. الفي شورت سيركت عند الريتد على الفي شورت سيركت، والاي شورت سيركت تديك اي شورت سيركت عند الريتد. هنا هتطلع كام؟ 500 ب 500 امبير. تقسم بقى 500 على ال 10 طبعا يديك 50 سم، 50 سم كبير، فانت المفروض تظبط السكيل بقى زي ما اتفقنا من هنا. ده معاك اهو، بس ده مش اي 2 داش، ده اي 1. اي 1 بيترسم منين؟ مش من نهاية اي او، ما بيترسم منين؟ من هنا. فهترسمه ازاي؟ معاك الزاوية بتاعتك سالب 60 كده مثلا، بس هي مش كده كده، وارسم من هنا ايه؟ اي 1. طب اي 2 داش هتبقى فين؟ اللي يقفلهم ده اي 2 داش. يبقى انا وصلت لاي 2 داش، نصفه، انزل عمود، ارسم السيركل، رجعنا نعمل كل حاجه من اول. يبقى الاختلاف فين بس؟ ما بين الشورت سيركت والنورمال لود والثانيه. ايه؟ ازاي ترسم الاي 2 داش؟ في الاولانيه كنت بعرف الاي 2 داش فبرسم السيركل هنا، هنا برسم اي نود واي 1 اترحم من بعض اثنين الاي 2 داش. حاجه اخيره معلش. البي شورت سيركت اللي محسوبه هنا محسوبه فين؟ عند التيار ده. لو انا عايز احسب البي شورت سيركت عند الريتد هتقول ان هي المفروض اي شورت سيركت ان تربيع في الاوضه صح؟ او بقى هتبقى النسبه ما بين اي شورت سيركت تربيع او اي شورت سيركت تربيع الثانيه في الار شورت سيركت او في البي اللي عندك. يعني البي شورت سيركت هنا هيساوي اي شورت سيركت ان على اي شورت سيركت تربيع البي شورت سيركت اللي محسوب عندك. تمام؟ فانا كده جبت ايه؟ جبت الكفر لوسز اللي مش الشورت سيركت ده عباره عن كفر لوسز، جبت الكفر لوسز اللي عند الريتد فولتج. الدكتور بقى بيعمل ايه لما بيجي يحسب سكيل الباور؟ بيقول انا رسمت اي نود ورسمت اي 1 تمام؟ اي 1 ده طرحته من اي او اي نود اداني اي 2 ده صح؟ ده اي او ده اي 1. هنصف ده كده وانزل عمود من هنا، انا رسمت السيركل بتاعتي بشكلها عامل كده. في مشكله؟ متفقين ان المفروض دي عند الستارت، فده بيعبر عن ايه وده بيعبر عن ايه؟ ده بيعبر عن البي اير وده بيعبر عن البي كور بتاعك صح كده؟ هتقيس ده يطلع مثلا 7 سم والباور اللي هنا كام؟ انت حسبته طلع مثلا كام؟ 7000 واط. تقسم ده على ده 7000 واط على 7 سم يبقى اديك ايه؟ واط في كل سم. يبقى هو ده ايه؟ هتلاقي لك قريب من الثاني بس هو بيقول ده اكيوريت.
انا نفسي شايف ان التاني اللي معرفش اقول لك ليه التاني اللي اكلت، لان انت لما تيجي تحسب ده هو مش 7 سم، هتلاقي 7.2 من 100، 7.2 من 1000. فلما تيجي تضرب تقسمه هنا لازم نديك ايرور في سكيل الباور، تمام؟ بس انت عرفت ازاي تحدد سكيل باور زي ما الدكتور بيعمل؟ هتقيس دي بكذا، وانت معاك البي شورت سيركت اللي عند البي ريتد نقسمهم على بعض تجيب سكيل الايه؟ الباور بتاعك. طبعا الطريقه دي مش هتنفع فين؟ لو هو مديك بارامترات الاله، لان لو معاك بارامترات الاله مش هيبقى معاك الايه؟ البي شورت سيركت اصلا. حد عنده مشكله؟ حد فيهم حاجه؟ لا.